ساين واعطيها علامه، العلامه دي بنسميها لاند مارك، بتطلع بدون دليل، بتطلع صفرة لينا سنهال صفرة. العلامه اللي بنعرف بيها السيلويد الكولويد، الكولويد مش احنا قلنا الكولويد موجود في اليومين ها، وهو اسيدو فيليك ماتيريال، ادي اسيدو فيليك ماتيريال موجوده في اليوم اهي، اسيدو فيليك ماتيريال موجوده داخل اليوم، اسيدو فيليك ولا مش اسيدو فيليك؟ موجود في اليوم ولا مش موجود في اليوم؟ طيب وين الفوليك وين الكاركتر؟ اليوم ده اليوم اللي قلت لك بيه في حاجه الفوليك، وين الفوليك اللي طالع فوق؟ اللي لا معرفش اللي فوق، تعالى شايفه ما فيكم، تعالى شايفه وين الفوليك؟ وين الفوليك؟ بس واضح، اهم حاجه واضح ان انا بيسو فيلم عادي، بيسو فيلم ولا سام اسمع اخوك، اسمع اللي يطلع فوق يوصل لليوم هذا واللي انا اشاور بايدك كده على حدود الكوب العضلي اللي جاي، تمشي بايدك عليها كده اهو كده اهو، يلا عشان الوقت ده بس اللي ينزل تحت. طب وين اللزق اللي انت شايفه ده يا عبد الله؟ ايه هي دي؟ هذه ايه في الفولج؟ الحبات فيها ازرق، حبات صحيح مش انتوا شايفين حبات لونها ازرق؟ ها؟ دي تطلع ايه؟ تطلع ايه؟ هو عبد الله مشكور، هو شاور على الفولج، شكرا عبد الله. نعم. يعطيك العافية يا اخويا عبد الله. شوف عبد الله شاور لك على الفولج الالف، بس يا دكتور في حدود الفولج الالف. في حدود، في حدود الفولج. تمام؟ طيب وين الفوليك الثاني؟ هلا شايفين الحبات الزرقاء دي؟ دي فوليك الثانيه اخرى. شايفين الحته دي؟ دي فوليك الايه اخرى. دي فوليك الاخرى فيها حته منها ايه؟ ودي فوليك الاخرى وحته منها، ودي فوليك الايه اخرى. خلينا في الفوليك الواسط اللي هي حبات دي داخله، ده الكولويد اللي هو ايه؟ قلنا عليه ده اسيدو فيليك ايه سايرو ايه جلوبيلين، وعرفنا كيف ايه يتكون، صحيح ولا لا؟ طيب ايه الحبات الزرقاء دي؟ قال لك الحبات الزرقاء دي نيوكلس حاجه السيمبل كيوبيكال ابسيليا، اللون الازرق الحبات الازرق اللي انت شايفها دي، ده نيوكلس حاجه السيمبل كيوبيكال ابسيليا، ده نيوكلس حاجه السيمبل كيوبيكال ابسيليا. تمام؟ طيب على راي محمد نور قال لك وين البارافليكولار؟ وين يا دكتور البارافليكولار؟ عد النيوكلس اللي هي متشابهات زي بعض هتلاقيهم كتير، يعني ممكن تقول على دي دي بارافليكولار، تمام؟ واحده ولا اثنين اهو، والباقي كله دول ايه فليكولار ايه ابسيليم، فليكولار ايه ابسيليم اللي هو ايه اللايننج اوف فليكولار ستراكشر اللي هو سيمبل كيوبيكال ابسيليم وسيمبل مايكروفيلاي. ماشي؟ طب تعالى نقول الكلام ده بلغه الاختبار، وخاطر السهوله دي في الاختبار نفسها يعني. بقول لك ايدنتيفاي ذا ستراكشر، تمام؟ هتروح تكتب ايه سيرويد ايه كده. ماشي؟ بين قوسين في حته تانيه هنكتبها بس هنأجلها ليه شويه. اقول لك طيب ايدنتيفاي او منشن او نيم التايب اوف ايبسيليم لايننج اوف ذيس اي ستراكشر، روح حاطط لك سهم كده هتكتب لي سيمبل كيوبيكال ايبسيليم وسيبيكال مايكروفيلار، واضح؟ واضح. سيمبل كيوبيكال ايبسيليم وسيبيكال مايكروفيلار، حلو الكلام؟ طيب اروح حاطط لك اكس على على ايه الحته دي، واقول لك ايدنتيفاي اكس اللي هي الاريا دي، تكتب لي ده ايه كولويد اسيدو فيليك ايه ماتيريال ايه كولويد. انت شكيت ان الاكس ده على الفوليكل، اكتب كده فوليكل ايه فيلد ويز ايه كولويد. ايه المانع ان انت لما تكتب كلمه فوليكل دي في الاختبار، يعني ربع فيمتو ثانيه دي اللي هتضيع منك هي يعني اللي هتاثر معاك في الوقت، اكتب ايه شكيت، اصل فيكم بيسال في الاختبار. طب انت ايه قصدك السائل الموجود بالداخل ولا الفوليكل نفسه؟ يا اخي الفوليكل فيلد ويز ايه كولويد اسيدو فيليك ايه ماتيريال اللي هو اسمه سايرو جلوبولين او ايه كولويد اسيدو فيليك سايرو جلوبولين اسيدو فيليك سايرو جلوبولين اللي هو اسم الدلع حاجه ايه كولويد، تمام؟ وده سيمبل ايه كيوبيكال ايبسيليم. طيب السيرويد جلاند دي اكتف ولا ان اكتف؟ السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت أنا عامل بحث هنا في الجروب عن السيرويد إيه، ادخل كده روحي وكتب إيه جمال بخات وسيرويد كده، وأدي لك إيه ريسيرش أنا عامله هنا السنة اللي فاتت عن السيرويد كده. يلا نشكر في جورنال الامباكت فاكتور اللي هو المعدل بتاعه عالي،
ماشي؟ يعني مش اي بحث اكتشف فيه. يلا قول لي دي اكتف ولا ان اكتف؟ ايه الثيرويد؟ اكتف ولا ان اكتف؟ كيف نعرف اكتف ولا ان اكتف؟ هو ده السؤال. انت روحت البيت ورحت ايه جايب ايه؟ جايب ايه خضار وجايب ايه لحمه والاشياء دي وسبتهم ايه لاهلك؟ قلت لهم ايه نص ساعه هاجي اتغدى. تمام؟ خرجت بره قطعت طفحت ولا فحطت ولا مش عارف اسمها ايه؟ فحطت وتعرصت. ها؟ وروحت ايه البيت انا جاي تعبان من الشغل انا عايز زي الاكل. فانت ايه بتبص لقيت الخضار واللحمه زي ما هي الاشياء اللي انت جايبها زي ما هي. يبقى طبق ولا ما طبقوش؟ طبق ولا ما طبقوش؟ ما طبقوش. لقيت البصل اللي انت جايبه زي ما هو واللحمه زي ما هي. ما في طبيخ اتعمل؟ لا. ما فيش طبيخ اتعمل. بص على الكلويد زي ما هو زي ما الايه الخليه كونته زي ما هو بالظبط كده اهو. تمام؟ ماشي؟ يبقى ايه الجلد دي ان اكتف ان اكتف. ماشي؟ ان اكتف. تمام؟ طيب وانت هتقول لي طيب و الخلايا دي يا دكتور ده سيمبل كيوبيكال هقول لك ايه على لغه الطالب سيمبل كيوبيكال. بس انت لو نقلت فيها هتلاقي فيها ايه بدل تبقى الخلايا ايه فلات سكويمس في طريقها ان تبقى ايه فلات سكويمس او هايبو اكتف. بس انت ايه قول سيمبل ايه كيوبيكال ايبسيليوم ماشي وقول عليها ان اكتف ايه ثيرويد ايه جلاند. طيب الكلام في العكس ايه هيتضح. بص على الصوره دي عارف احنا ايه اللي رجعنا للصوره الصوره ولا جت غلط بس نقول لها مش مشكله صبرا لينا الاستماع صبرا لينا الايه جلاند ماشي صبرا لينا غلط غلط ايه اللي يعرف انها ثيرويد طيب بص يا شباب ثيرويد كلمه ثيرويد دي لاند مارك على طول تبص على الكلويد تقول عليها ايه ثيرويد فيها كلويد اهو اسيد وفيلت ماتيريال ايه في الوسط ماشي طب لون الاحمر دوت مش زي الاحمر اللي فات هو كل الاحمر زي بعض هو في احمر درجات في مليون درجه من الاحمر ده احمر وده احمر ماشي يبقى ده ايه كلويد اهو بالوسط يبقى دي ثيرويد طالما شفت كلويد في اليومن يبقى ده ايه ثيرويد في عام من الاعوام قلت ايه حط سؤال سهل كده العيال ايه الجمهور كنت كاتب لك ايه وجهه في سفينهم سيلف ستور ايه سكريشن ايه ان ايه ان زد ايه اليوم وحطيت ايه بتوتالي وسوبرارينا وسيرويد والخلايا يعني كده ازاي ماشي كل الطلبه 90% منهم كانوا بيستخدموا وين البلاند ستور السكريشن بتاعي ده حطيتها في اليوم في البتاع وين يعني اكيد مستغرب من السؤال طب البتوتالي ستور السكريشن بتطلع من الخلايا على كل السوبرارينا كذلك كل الباراثيرويد ايه كذا كله كذلك تمام ما عدا ايه؟ الثيرويد يعني سؤال سهل يعني مش ساعتها حرمت احط اسئله سهله طب يلا دي تطلع ايه؟ يلا ها ها ايه؟ ثيرويد بس هنا ما خزنت شيء ما خزنت شيء البصل ما جاش ايه اللحمه ما جاتش؟ اكتف وين الفوليكل الاول وين الفوليكل وين الفوليكل تعال شاور عليها يا محمد عشان انت بعيد بس على بال ما تختار في الصفوف تعال علمنا الاستاذ عليك يلا هذا وليه الصف الثاني ده ده صف صفين كده ده نقول عليه ستراتيفايد ابسيليوم وايه الثيرويد سيمبل ابسيليوم سيمبل يعني صف واحد من الخلايا صفين دول ليه صفين اللي انت في في فولك الثاني في حاجه الفولك الثاني جزء منها ايه باين تمام لكن دي حاجه الفولك دي صف واحد كده وادي ايه فولك يعني دي فولك كده ايه حاجه تمام طيب وده ايه جالك النويد اللي هو ايه اسيدوفيلك ايه سايرو ايه جلوبولين تمام طيب وايه حته البيضه دي؟ ايه الحته البيضاء دي؟ بص مايكرو في اللايت حلو ان انت تقول كده اتكلم اتكلم المايكرو في اسم عام مايكرو في اللايت والراف اندوبلاسمي وجورجيا اباريتس والمايكرو كونتينيوم واللايزوسوم
والتاني جانكشن ايه مش بيبان الا في الصوره اللي هي ابيض واسود اللي هو الالكتروميكروسكوب ماشي. طالما صوره ملونه زي كده ما تبانش فيها الاشياء اللي داخل الخليه. الصوره الملونه يا دوبك يبان السيتوبلازم والنيوكليس بداخلها، ده باللايت ايه ميكروسكوب او بالصوره دي او بايه الميكروسكوب اللي بيشوفه ايه في المعمل. تمام. يبقى ايه الحته البيضه دي وبناء عليه ايه الحته البيضه دي؟ سكريشن. ابدعه طلع كبير صح. ممكن تكتر السيسر طلع. بص بيزوفيليك ولا مش بيزوفيليك؟ ده بروتين. لا ما وصل للبيزوفيليك. طيب ماشي. ها ايه الحته الفاضيه دي؟ فراغات من ايه يعني؟ مكانها فين؟ الماكرو فيلا صح. بس ده الالكتروني اسمع يا اخويا اسمع انت قول لنا انت يا سلطان. ها سلطان ايه اللي يرسل ايوه سلطان اعمل السلاطين وعود ده بالوعاء او سلطان يلا يا عمر اللي يرسل عبد الله انت صح عمر يلا كمل لا مكان مكان كله ناصر كله كل حته فاضيه في كله كل حته البيضه موجوده في كله حمود اسمع يا ولد اسمع يا ابو الحمد جلايكوبروتين دوت يبان ايه رياكشن يعني ايه؟ يعني انا اجيب ايه رياكشن الجلايكوبروتين ده ماده كيميائيه. طب والله يا دكتور باين لي الجلايكوبروتين اللي موجود في الخليه. راح اجيب ايه ماده تتفاعل مع الجلايكوبروتين والماده دي الونها اعطيها لون ماشي. واروح ايه اخليها لما تتفاعل مع الجلايكوبروتين هتاخد اللون حاجه الماده اللي انا ايه حاططها. فلو بان لون افضل مثلا من لون الماده اللي انا حاططها التي تتفاعل مع الجلايكوبروتين لونها افضل لو شفت اللون افضل اه داخل الخليه اقول لك ده جلايكوبروتين. ايوه بص وانت بتتكلم انا بقول تعليم عشان تطلع الافكار والهواجس السيئه والاوبسيسيف كومبالسيف اللي عندك يطلع من فيه لك يا عزيز جزء من الكلويد. طب الكلويد لونه احمر ولا لونه ابيض؟ احمر. احمر ولا ابيض؟ احمر. اسيدو فيليك يعني ولا ابيض؟ اسيدو فيليك ده جزء من الكلويد. امال فين ده مش اسيدو فيليك ده ابيض ماشي. عارف انت لو بعض الوقت كتير جاوب يعني اغلبهم جاوب صح على فكره. ده بص انت لما ايه تروح يجعان تروح ماسك ايه رغيف العيش كده ومقطع منه ايه كام حته كده على بال ايه ما تسخن الاكل ولا تعمل الاكل تمام. ويجي ايه اخوك اللي ساكن ايه معاك ايه ده وفي فار كان العيش ولا العيش متاكل قول له لا انا اكلت ده حتت من الكلويد. حتت من الكلويد اتاكلت مين اللي قالها؟ الخليه دي بالمايكروفلاي بدات تاكل الكلويد عشان تاخد جزء من الكلويد اللي بيتكون منه الدي 3 ودي 4. العمليه بتاعت اكل الكلويد دي بنسميها بينوسيتوزس. ايه المسؤول عن البينوسيتوزس؟ المايكروفلاي اللي هي موجوده في الايبيكال سيرفيس اوف سيمبل كيوبيكال ايبيسيليوم اللي هو حاجه السيرويد فوليكل. واضح؟ واضح ولا لا؟ تمام. يبقى ده كلويد ايه متاكل. يبقى الجلاند دي اكتف ولا ان اكتف؟ اكتف ولا ان اكتف؟ اكتف. ايه جلاند؟ لان بدات تاكل الكلويد وبدات تكون لك ايه؟ الدي 3 ودي تي 4. يبقى تعالى نقولهم بلغه الاختبار. اجيب لك الصوره دي كده ايه في الاختبار واقول لك ايدنتيفاي ايه ستراكشر. هتكتب كده ايه سيرويد بين قوسين ايه اكتف. تمام كده اكتف سيرويد ماشي. اروح حاطط لك اكس هنا هتقول لي ده اسيدوفيليك سيروجلوبيولين. تمام بريزنت ان اسيدوفيليك سيروجلوبيولين اللي هو جلوكوبروتين ايدونيتد جلوكوبروتين اللي هو الكلويد. مش احنا قلنا الايجو الكلويد دوت ده اسم الدرع اسمه العلمي ايونيتد جلوكوبروتين او سايرو جلوبولين. تمام كده سايرو جلوبولين ده موجود ايه داخل النيومن وده اسيدوفيليك ايه ماتيريال. تمام
تيجي الخليه تاكلها بعمليه بنسميها فينوسيتوسيس، تقطع حته من الكلويد والكلويد تدخل داخل الخليه، تحصل اولا كلتها بالمايكروفيلاي، المايكروفيلاي اللي هي موجوده على الايبيكال سيرفيس اوف سيل ممبرين هي كلت الكلويد دوت ماشي، ودخلته داخل الخليه. لما يدخل داخل الخليه يحصل ايه؟ رافيتوبلازم ريتيكولم ولا لايزوزوم ولا ميتوكوندريا ولا جورجي انه سيل اورجانيس اتعامل معاه جعفر انه سيل اورجانيس اتعامل معاه حته من الكلويد داخل الخليه. ايه السيل اورجانيس اللي بتتعامل معاه؟ ايه؟ لايزوزوم. مشكله عندكم، مشكله ان انتوا ايه ما بتفطروش لما تيجوا نادرا لما حد فيكم يفطر. لو انت مسافر بسيارتك للرياض مش ايه بتفول بنزين؟ حط فول بنزين فول تانك صحيح؟ تمام. ليه؟ عشان هتاخد مش هتطلع مشوار ايه كبير وعايز السياره تمشي، السياره ممكن تمشي من غير بنزين. كذلك مخك، مخك البرين اكبر جزء اكبر اورجن في جسمنا بيستهلك الجلوكوز، البرين بيستهلك الجلوكوز بسرعه عاليه جدا عشان يشتغل، عشان تركز وتصحى، عشان البرين هو اللي بيخلي القلب يدق وهو اللي بيخلي الايه السمك تشتغل، هو الليفر هو اللي بيحرك ايديك ورجليك، هو اللي بيحرك ايه عينيك والنظر، هو اللي بيخليك تسمع، كل ده من البرين صحيح؟ هو اللي بيخليك تتنفس. فبيستهلك ايه؟ طاقة ايه عالية ايه جدا، زي ما تيجي انت ايه تشغل الجوال وتروح فاتح كذا ابلكيشن مع بعض البطارية تخلص بسرعة، صحيح؟ لأن ايه كذا ابلكيشن هيحتاج انرجي كتيرة، فهو البرين بيستهلك الجزء كتير. فلو سمحت علشان تحضر معانا لحد الساعة 3 عشان تكون صاحي ومصحصح ومركز تمام؟ افطر قبل ما تيجي. الفطار ما بياخدش 10 دقايق بالظبط، تمام؟ جايب ايه بيضتين ماشي؟ شوية رفق بلاستيك ريتيكولم ماشي؟ او شويه بروتين موجودين في البيض تمام، وتاكلهم او تاكل اكتف سوري ثايرويد اكتف ماشي. وده ايه سيمبل بيوبيكال ابسيليم اللي هو سراوندنج ايه البيوبيكال عايز تكتب عليه لو هو اكتف، ده ايه سيمبل كولامينر ماشي مقبوله، سيمبل بيوبيكال ماشي مقبوله خلاص تمام. طيب يبقى دي ثايرويد ايه اكتف. نعم. قلناها يا سيسو. ساعة ما رحت الهند وانت جاي خطاب. جاي بدل. أول مرة أشوف واحد يسافر. سافرت الهند أنت ممكن تركب فيل، إحنا ليه ما عملناش كده من الأول؟ يلا مش مشكلة. كنت عايز تركب فيل مثلا بدل ما تروح الهند، سافر طيب. طيب ما تايلاند فيها فيل. اسمع يا ولد، اسمع يا اسامه، يا عبد الله اخوك بيقول كان والله يا عبد الله ده عمر دوت الشيخ عبد الله بيقول كلام مهم.